هنا بقى النقطة أستاذة فاطمة، ويمكن التحدي الرئيسي إنه هي مؤسسة بتعاقب، بس لأنه في سنه الصغير ده لسه المستقبل قدامه، فهو عنده دراسة. كلمينا إزاي بيكملوا دراستهم، هواياتهم، التأهيل، فكرة التأهيل، وإنه يخرج من هنا إنسان سوي مش متعور من جوه إلى الأبد. بالظبط حضرتك، هو الولد اول ما بيجي عندي في المؤسسه بيخش حاجه اسمها قسم الاستقبال. الاستقبال ده الولد بتعمل له بحث اجتماعي، تعمل له بحث نفسي، بيقعد شويه في القسم لغايه ما نشوف هو ميوله ايه، نشوف لو كان عنده مشاكل نفسيه، لو كان عنده مشاكل اسريه، لان لازم بنقابل الاسره في الزياره ونشوف الاسره نوعيتها ايه، الأسرة دي ليها دخل كبير قوي في الولد فيه ولا ملهاش، الولد محتاج ايه مننا، وبعد كده بنبتدي نوزعه على العنابر بتاعته، وبعدين نبتدي نشوف لو هو في التعليم. احنا في تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بيجي له مدرسين في كل المراحل، بيجوا وفي يدرسوا كل المواد، كل المواد، يعني بيجي له مدرس عربي ومدرس عربي تاريخ وانجليزي وفرنساوي والماني وبيجوا، لا يعني بيجوا في المؤسسة يدرسوا له. بيجوا يدرسوا. يعني احنا وزارة وبيمتحن. التربية وبيمتحن جوه المدرسة، واللي في مدارس صناعي او تجاري بيمتحن عملي في المدارس الصناعية اللي جنبنا، يعني بيكملوا تعليمهم عادي. كمل تعليمه عادي. عندنا ولدين في الجامعة السنة دي. ده بالنسبة للتعليم. الولد اللي مش في التعليم بنبتدي بقى نشتغل عليه، نشوف لو هو كان بره في الحرفة بيكمل فيها. احنا عندنا ورش كهرباء، عندنا ورش تبريد وتكييف، عندنا ترزية، عندنا أحذية، عندنا نجارة، عندنا صيانة موبايل. لو الولد كان بره بيشتغل حاجة في الحاجات دي، وعندنا طبعا السوبة الزراعية بتاع بمهندسين زراعيين اتنين يدربوا الولاد الشغل العلمي، مش وبياخدوا دورات وبياخدوا شهادات. لو الولد ليه كان بيشتغل حاجة بره بيكمل عندنا، ما كانش ببتدي أشوف دماغه رايحة فين وأدخله الورشة اللي هو يقدر يدي فيها. يومه بيمشي ازاي؟ يوم الصبح بيفطروا الساعة 8، وبعد كده بيطلعوا الطابور الصبح، وبعد كده بيبدأوا يتوزعوا. اللي عنده دروس بيروح على الدروس بتاعته، واللي ما عندوش بيبقى عنده ورش، يا إما عنده يوم نشاط رياضي، أو وفي مجموعات بتبقى عندها معسكرات عمل في المكان. يعني لأن ايه ده مسكرات عمل؟ النظافة، لأن المكان ده بتاعنا، إحنا ما عندناش شركات نظافة ولا عندنا حد، إحنا ده بيتنا وإحنا قاعدين فيه، فلازم إحنا اللي ننظفه، احنا وإحنا دي عايدة عليكم كلكم ولا هم؟ كلنا يعني الموظفين يعني بينضموا مكتبها مكتب الموظف، مفيش موظف بياخد ولد ينظف له مكتبه، مفيش موظف بياخد ولد ينظف له مكتبه، دي الولد نقطة بينظفوا مهمة. عنبرهم، يوم الصبح ينظفوا عنبرهم، يفرشوا ملايات، ينظفوا الأرض، ينظفوا كل حاجة، بعدين يلبسوا ويطلعوا الطابور. هما بينظفوا مكان اللي هما عايشين فيه، هما فاهمين ده، إن إحنا في مدرسة داخلية جايين هنا عشان نصلح اللي إحنا غلطنا فيه. بس حضرتك بتقولي بعد كده عندهم ورش عمل في المكان، دي حاجة تانية؟ دي ورش، الورش بقى بيروح الورش بتاعته. لا، عمل في لا المكان يعني، معسكرات ده العمل معسكرات فيه، العمل ما هي دي قصدي. معسكرات بننظف الملعب بتاعنا، بننظف ال بيبيضوا فيه لا كده؟ لا بيبيضوا، دي في ورشة الدهانات بيتعلم ده، بيتعلم كحرفة، الدهانات دي كحرفة. كحرفة. وبيتعلمها وبيتعلم كل اللي فيها. ممكن التفريغ كمان التقاط في حاجات، يعني مثلا في شاشات ال سي دي جوه العنابر، وفي ثلاجات، طبعا كل عنبر وفي فيه شاشه ال سي دي، في ثلاجه، الانشطه كمان، في الوجبات بمواعيد، بياكلوا بمواعيد. مش المواعيد الساعه 2 الغداء، احنا عندنا الوجبات يعني مش موجوده في الاوتيلات الحقيقه، بياكلوا 3 ايام فراخ و3 ايام لحمه ويوم فري، يعني اللي هو اوكي. بيبقى كده بالنسبه. يعني الزملاء في عايزين ناس، يخشوا في ناس بره يعني اهالي في الزياره، والله ام قالت لي انا زيارة مش كل قد قادره ايه؟ اكل كل يوم ما عدا خميس وجمعه، كل يوم في زيارة، كل يوم في زياره، مدتها قد ايه؟ 3 ساعات، تبدا من 8 ل 11 كده.